كيف نقدر نضيف تأثير الضوء على أي صورة من صورنا؟ اليوم بنتكلم عن تطبيق، هذا التطبيق اختصاره LD هو Lens Distortion، وهذا التطبيق متوفر في سوق أبل كذلك في الأندرويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصور وليد. اليوم راح نتكلم عن هذا التطبيق اللي هو مجاني، ولكن إذا حبيت تأخذ كل المزايا اللي متوفرة في هذا التطبيق راح يكون فيها رسوم اشتراك، وأنا ما أنصح أنك تأخذ هاي الأشياء وتكتفي باللي موجود في التطبيق المجاني، يدي الدور وأفضل من ذلك بعد. وعشان ما نطول الحلقة راح نتكلم على طول في تعديل الصورة على هذا التطبيق. بشيء فكرة بسيطة، أن بإمكانك أنت تعدل الصورة مع أي تطبيق آخر اللي هو التعديل الإضاءة وغيره، ولكن هني تضيف التأثير اللي أنت تحبه على الصورة، مثلا تأثير الضوء، وهذه مثل ما تشوفون نموذج للصورة اللي أنا معدلنها هني. هذه نموذج يعني حطيت فيها التأثير وكأنها الإضاءة فعلية، ولكن هي في الأصل ما كانت موجودة. وخلونا نشوف شو الأشياء اللي موجودة بشكل مختصر، ما بنطول في تعديل أو في كل المزايا اللي موجودة في التطبيق، راح أتكلم بس فقط عن تأثير الإضاءة هذه على الصور. أول ما راح تفتح التطبيق راح تطلع لك هذه الصفحة اللي ما فيها ولا صورة، نضغط على علامة البلس، بعدها نروح على نختار الصورة اللي احنا معدلينها وجاهزة، وفي بتلقون هني الكلارز وبتلقون الكتاب النصية، ولكن احنا بنروح على الإضاءة، تأثير الإضاءة على الصورة. مثل ما انتم شايفين حاليا عندي مجموعة كبيرة من الإضاءات، في منها اللي عليها اللون اللي هو بتلقون اللون الذهبي هذا، وهاي Unlimited في حالة أن أنت اشتركت اشتراك معاهم راح تاخذ هذه المزايا، ولكن أنا ما أشوف أنه مستدعي الوضع أنك تاخذ الاشتراك. بإمكانك تستخدم أي إضاءة موجودة، فلنفرض مثل هذه الإضاءة اللي تشوفونها الحين في المعالجة، إذا استخدمت بالأصابع صبعين راح تقلل الحجم اللي هو الإضاءة، وكأن سطوع الشمس في هذه المنطقة وتقدر تحركها. في مزايا أخرى، المسح وغيره، هذا طبعا بعد بالاشتراك، أنا ما أحتاج المسح، ممكن أحط الإضاءة في زاوية معينة، أتوقع أن الشمس تأتي من الأعلى فحطيتها في زاوية من الأعلى، وبتلقون في الخانة اللي اخترت فيها التأثير مو بسهمين خطين هم هذيل التعديل، لما نضغط عليهم راح تعطينا بعد قائمة جديدة للتعديل. هني التنعيم، إذا حبيت تخليها السطوع تخليه أنعم، تسحب على اتجاه اليمين وتشوفها وتضغط عليها. إذا حبيت الإضاءة تكون أكثر قوة ممكن تأخذ البرايتنس اللي هي شو تشوفونه هني، وممكن تخلونه الوضوح، درجة الوضوح ممكن نخليها أقل للحركة هذه، أنك تقلل درجة الوضوح في الصورة، وكذلك تقدر ترده بالاستخدام بنفس الإضاءة. وايد يهمنا الكونتراست، وايد يهمني أنا أستخدم الكونتراست فيها، كذلك اللون أني أميل على اللون الأصفر أو أرجع للون اللي هو الأزرق للأبيض بيكون تقريبا، فأنا أخذ اللون الأصفر. نقدر نضيف الألوان، نزيدها، نعطي تشبع لوني للضوء، وفي أشياء أخرى الكلارز، وتقدر تحركها إذا في حالة أنه كان نظام الفلير جاي من الأعلى ممكن تغير الاتجاه. طبعا هني الحلو في الموضوع أني ممكن أعمل نسخة من هذه من هذا التأثير وأعكسها على الزجاج اللي موجود، فبتشوفون عندنا دوبلوكيت، نعمل واحدة ثانية وتشوفون هني ممكن أصغرها ممكن، ولكن عشان ما يكون بالطريقة العشوائية بإمكاني أنا أقلل اللي هو الوضوح وأخليها بدرجة معينة وأنزلها تحت حتى أن تبين لي
ان الإضاءة الشمس كانت هنا. وفي حالة انك انت شفت التعديل هذا مناسب لك تبغى تحفظه، فقط اكسبورت وعلى طول تختار. طبعا اذا حبيت الماكس 100% او حتى 80 او 85%، منسوي اكسبورت راح تكون موجودة عندك. والجميل انه ما تكون اي علامات مائية موجودة على الصورة وتبين مصدر التعديل او من وين عدلت هاي الصورة. وصل لختام هذه الحلقة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة ثانية مع معالجة صورة وتعديل الصور، ونشوف عد اشياء اخرى متى ما توفرت ان شاء الله الفرصة، ونسجل لكم حلقة. مع ألف سلامة.